هي المناعة للجسم بالضبط؟ نعم دكتور عماد، كنذكر بأنك دكتور في الصيدلة ورئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية. فاب يعني غنلخصوها في كلمتين، هي كيفاش المناعة هي اللي كتحمي الجسم ديالنا من أي عوامل خارجية، منها الطفيليات، البكتيريات، الفيروسات، ولا أي حاجة كيمكن تضر الداس ديالنا كتصدى لها المناعة اللي فيها بزاف ديال الأنواع. وهذه المناعة الأهمية ديالها شنو هو؟ هو الحفاظ على التوازنات الهرمونية، يعني مغير أنها كتحمي لنا الداس ديالنا كتحافظ لنا على الفيتامينات في الداس ديالنا، كتحافظ لنا على المواد المغذية، وكتعطينا كذلك كتحافظ على التوازن ديال الهرمونات في الجسم ديالنا. فاكيد لان هذه الفتره هذه هي كنقولوا حنا داك الفتره دو بون، يعني دو باساج، دائما الفترات اللي كتكون كنمروا منها الفصل الى فصل اخر، داك الانترفال اللي كيبقى بيناتهم، هنا علاش كتضر المناعه؟ لان خرجنا من فصل الصيف، فصل الصيف اللي كنعرفوا ان بزاف ديال العادات كنفقدوها، يعني فيها التغذيه، فيها ساعات النوم، لان حتى ساعات النوم مهمه للجسم ديالنا، فيها كذلك كما كنقولوا حنايا الاستعمال، كما كنقولوا الفقدان ديال بعض المواد المغذيه، مثلا بحال فيتامين دي، بحال فيتامين سي، بحال الاملاح المعدنيه. فهذا الشيء كامل في هذه الفتره هذه ديال الصيف كيخصنا كيفاش نعوضوه وكيفاش نرجعوه للداس ديالنا قبل ما ندخل فصل الخريف، لان المناعه خصنا نهيئوها قبل فصل الخريف، لان ملي كيدخل فصل الخريف هنا كيكون سي تخو طار كما كنقولوا، الوقت كيكون فات، وهنا كتولي الفيروسات كتكاثر، كيوليو بزاف ديال الامور اللي المناعه ديالنا الا كانت ضعيفه كتزيد تطور في الداس ديالنا وكيزيدوا هاد الامراض يتكاثروا. داكشي علاش كنعرف مثلا مجموعه ديال الاطباء المختصين في طب الاطفال اللي كيتفقوا مع الوالدين على انه في بدايه شهر 9 كتبقى مثلا تتبدا واحد لاكور او واحد الحمية بلوميوباتي، يعني بالمواد الطبيعيه، علاش؟ باش الوليد مثلا ما يوليش كيمرض بزاف بالرواح، بالانفلونزا، باش الناس اللي عندهم امراض الضيقه او امراض الجهاز التنفسي كيستعدوا، وغيرها. ملي كنهضروا طبعا على فصل الخريف، احنا كنعرفوا على انه كاينه حكمه الهيه في اغذيه اللي كتظهر واللي ما كانش في فصل الصيف. فصل الخريف اللي احنا متفقين غادي يعني نستقبلوه من هنا 5 ايام دكتور عماد. اكيد فهاد الفصل هذا كنلقاو ان كيكثروا الحمضيات، اذا بحال الليمون، بحال الحامض، البومبلوموس حتى هو في هاد الوقيته هادي كيكثروا، كذلك الانواع الاخرى مثلا من العائله ديال التفاح اللي هي الاجاص، فعندك التفاح، عندك الاجاص، فهادي كذلك كتكثر في هاد الوقت. البرقوق حتى هو كيكثر في هاد الوقت. العنب في البدايه ديال فصل الخريف حتى هو كيكون كثير. فهنا كنهضروا على الفواكه. هاد الفواكه شنو هو؟ هو المركب فاكهه الرمان. الرمان فهذا المركب هذا كامل ديال هاد الفاكهه، واكيد اختي سنه كما قلتي فاكهه الرمان، هذا المركب الفيتاميني، لان اساس المناعه هي الفيتامينات، لان لا فيتامينوز ولا ليبو فيتامينوز اللي كتكون عندنا في هاد الفتره اللي هضرنا عليها الانتقاليه كتعطينا هاد المشكل ديال ان المناعه ما كتكونش قويه، لان المحرك الاساسي ديال المناعه هما الفيتامينات. فهاد المواد كلها كتبان في هاد الفتره هادي باش كتعطينا واحد التقويه للجسم ديالنا. وكذلك كنلقاو ما نساوش الخضر اللي كتبان فيها الثومه فهي ديال الفتره ديال فاش كتجينا في فصل الخريف كتكون اكثر. القوق حتى هو اللي فيه الجلوتاتوين، اللي فيه مواد مضاده الأكسدة ومواد اللي كتقوي لنا المناعة. الباربة كذلك اللي فيها لابيطاين، هاد لابيطاين اللي هي مادة كترفع لنا المناعة ديال الجهاز الهضمي ديالنا. البروكولي اللي ولا متواجد ومتكاثر، ولا يعني ولينا كنستعملوه بزاف، ولا في الثقافة ديال التغذية ديالنا، هاد البروكولي اللي فيه فوائد كبيرة، منها مضاد أكسدة، منها أنه كيحيد لنا الخلايا وكيحيد لنا دوك الجذور الحرة اللي كيمكن تسبب لنا العديد من الأمراض وتعطينا مشاكل على المستوى ديال الصحة ديالنا. ما غنساوش كذلك المكور حتى هو اللي فيه لاميتيونين، اللي كتعتبر من الأحماض الأمينية الأساسية في التكوين ديال المناعة ديالنا. الخيار، الفجل مثلا حتى هو، لأن اللي غادي هما المهمين جدا للمناعة، وخاصة كنعرفوا أن حتى في الفترة هذه ديال فصل الخريف كيمكن يكون عندنا ديزانتوكسيكاسيون، يعني كيكون عندنا بعض الأمور على مستوى ديال الجهاز الهضمي ديالنا. فعندك الفجل، عندك الباربة، هادو أمور اللي كتقوي لنا المناعة ديالنا. وإلا هضرنا على المناعة ديال الجهاز الهضمي كنهضروا على المناعة ديال الجسم كامل، لان هي اللي كتهز لينا التوازن ديال الجسم ديالنا. طبعا ملي كنهضروا على هاد الامور شنو هي في دول اخرى؟ مثلا ملي كنهضروا على عادات غذائيه، مثلا كاع الدول اللي هي حول البحر الابيض المتوسط، لا ميديتيراني، كنلقاو انها كتستعمل امور اللي كتشابه.
شنو كتبين اخر الدراسات؟ فاكيد ان المناطق تقريبا خاصه ان في هذه الفتره كتزاد الاستهلاك ديال زيت الزيتون، زيت الزيتون اللي فيها الاحماض الدهنيه الغير مشبعه المهمه للمناعه ديالنا. الاستعمال ديال الاعشاب المنسمه فهي كتستعمل في هذه المناطق ديال اللي كتكون حول البحر الابيض المتوسط، مثلا الزعتر اللي هضرنا عليه اللي فيه الكوفاكرول اللي كيتعتبر مضاد الطفيليات ومضاد كذلك البكتيريا، اليزير لو غومارا او اكليل الجبل ما يسمى في عند المشارقه، كذلك الاستعمال ديال الريحان. فالريحان المشارقه هو كيسميوه الحبق، حنا كنسميوه الحبق وما كيسميوه الريحان. هاد الامور كلها هاد الاعشاب المنسمه كلها فالدور ديالها كما قلنا هو رفع المناعه، لان هاد الزيوت الاساسيه اللي فيها هي زيوت اللي كتحرك لنا المناعه ديالنا وكتحمي لنا الجسم ديالنا، فهادو بالنسبه لهاد المناطق. وكذلك الاستهلاك كان عندنا في المناطق الاوروبيه كيتم الاستهلاك كذلك ديال الخضر وخاصه القرعه، خاصه القرعه بالانواع ديالها، فكنلقاو في المناطق اللي كتكون بارده كيستعملوا القرعه على الاشكال ديالها، القرعه اللي فيها البيتا كاروتين اللي فيها اش من نوع القرعه علاش كنتكلموا؟ فإلا خدينا جميع الانواع ديال القرعه كلهم مفيدين، غير هو الاختلاف ديالهم، كاين القرعه الحمراء، كاين القرعه الخضراء، القرعه الصفراء، فعندها الالوان بزاف. وهاد الحموريه اذا كتمشي من خضراء الى 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 احمر قاسم، فهنا كل ما غدا ديك الحموريه كل ما كتكون البيتا كاروتين مركزه فيها، كل ما كتكون القوه ديالها كمضاد الاكسده. اليوم الناس اللي عندهم مشاكل ديال الحساسيه دكتور عماد، نعم، وحنا في شهر تسعود، منتصف شهر تسعود، شهر شوتنبير، باش غادي تنصحهم اليوم؟ فاكيد الحساسيه اننا خصنا نحاولوا نتجنبوا الاماكن اللي عندنا فيهم اللي يمكن يديروا لنا هذه الحساسيه، مثلا اللي كيكون فيها الغبره بزاف. الحساسيه التنفسيه اكيد، فهنا البلايص اللي فيهم الغبره بزاف، البلايص اللي فيها ذاك لونكومبرومون ديال الاشجار، يعني كيكونوا الاشجار كثار، فهنا كيكون كيكون الاوراق كتفقدهم الاشجار وكتعطينا واحد الغبار كبير، لان ماشي الوقت ديال البولين هادي. مسألة أخرى أننا نحاولوا نحافظوا على التغذية ديالنا، حتى التغذية ندخلوا فيها كما قلنا المواد المغذية الأساسية اللي هما الفيتامينات، نكثروا من المواد الخضراء مثلا لأن فيهم مادة الكلوروفيل وكترفع لينا من نسبة يعني المناعة ديالنا. ومسألة أخرى مثلا كمشروب طبيعي خفيف اللي يمكن يشربوا الاطفال والكبار، ناخذوا البابونج، ازهار البابونج مهمه جدا يعني لتقويه المناعه واللي كتعاون على التنفس وكترفع لنا نسبه الاكسجين على المستوى ديال الرئه والمستوى ديال الدماغ ديالنا. فبالنسبه للوليدات من 6 سنين حتى 13 عام كناخذوا معلقه صغيره ديال البابونج، كنديروها في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق، وكنعطيوها لهم يشربوها في الليل. وبالنسبه للكبار فكناخذوا معلقه كبيره ديال زهور البابونج، كنديرهم في كاس كبير ديال الماء مغلي حتى كيطلق، وكيشربوها كل ليله وكيداوموا عليها طيله هذا الفصل هذا ديال الخريف، وكتساعدهم على تقويه المناعه وكذلك باش كتعاونهم باش كيتنفسوا بواحد الطريقه طبيعيه. الله يبارك فيك، انا حاليا كنهضر معاك وانا مريضه بالحساسيه وحتى وليداتي، عندي واحد 10 سنين ديما حتى هو الصباح كيبقى يعطس، وحتى هو تبارك الله كبير عنده 15 سنه حتى هو ديما نفس المشكل. وانا حاليا كنهضر معاك، انا ضربني البرد ومريضه على قبل هذه الحساسيه هذه، واخا كناخذ الدواء ديال الطبيب ما كرهتش تعطيني شي حاجه تعاوني، الله يجازيك بخير. واخا هذه الحساسيه تقريبا شحال هي تقريبا ديال الوقت عندكم؟ تقريبا على طول العام، على طول العام تكون شويه ولكن في الايامات البرده ما شاء الله. يعني غير كتدخل هذه الفتره هذه كتجهد عليكم الحساسيه؟ خصيصا في شهر التسعود ولا في اواخر ديال فاش بغى يسالي العام مثلا في الربيع. إذن هذه الحساسيه ديال الجهاز التنفسيه كما قلتي لي انك كيعطسوا الوليدات وانت عندك هذا المشكل. عندي هذا المشكل وتوليداتي نفس المشكل، واخا دايره الوقايه كنحاول زعما غير لي زور لي كوفر لي. وكيفاش كتجيك الحساسيه دابا؟ وشنو كتخنقي ولا كتجيك الكحبه ولا شنو عندك هذه الحساسيه كيفاش كتجي؟ غالبا العطيس بزاف حتى ما كيبقاش عندي الجلد باقي. نعم، اذا غير الحساسيه ملي كتدخل هذه الفتره كتبقى كتعطسي بزاف. هذه اعراض اللي بزاف ديال الناس كيعانيوا منها، وكتقول لك انه هي وليداتها، الوليد اللي عنده 10 سنين والوليد اللي عنده 15 سنه. اي ولدي دابا غير كيقرب يدخل هكا شهر تسعود، قولي لا خا بدا شهر 8 كيبدا من يوفو كيعمروا. شحال عمرو الوليد؟ عنده 6 سنين. ايه، واش ديتيه للطبيب تم تشخيص شي حساسيه تنفسيه عنده؟
لا ما قال لي والو، ديتو عند لوغال وقلب لي هني فوا دا، قال لي غير تعفن كيكون فيه في هذا الوقت ديال البرد. ولكن ماشي غير مني كندير ليه الدواء كيمشي، نسالي الدواء كيعاود عاوتاني يرجع داكشي كيف ما كان. واخا نسولك، واش الوليد كان كيمرض عندك بزاف؟ لا ماشي بزاف، غير سخانة عادية ديال الصغر وصافي. سخانة عادية واخا ماشي ما كانش بزاف كيمرض، غير هو دابا المشكلة اللي عنده في هذاك النيوف كتبقى تهبط ليه داكشي خضر وفيه الريحة. يعني تعفن تعفن تيكون على مستوى الأنف ولا حتى على الحنجرة؟ لا على مستوى الأنف، هادشي اللي قال لي. واخا عمرك والطبيب ديتي عند الطبيب ديالو ديال الوليدات ياك؟ عندي عند لوغال المختص في الانف والحنجره ما دارلاش واحد الراديو، لان حتى المشكل ديال لاسينوزيت داك التهاب الجيوب الانفيه حتى هو كيعطينا هاد الافرازات بحال هكا اللي كتكون كتعطينا الريحه. واش ما دارلاش هاد التحليل هادي؟ لا ما دار لي التحاليل، عطاني دار لي غير الكاميرا وشاف اللور وهذاك الشيء صافي، عطاني الدواء ديالو. بقيت نتبع عليه العام اللي فات تقريبا شي ثلاثه المرات وانا كنمشي عنده على نفس المشكل، ولكن باقي ما تحلش ليا عاوتاني. غير دابا دخل قريب يدخل دابا شهر 9 لا خدا شهر 8 عاوتاني عمرو نيوف. فهمت. انا بغيت نسولك هاد الشهادات اللي كيقولوا لنا وكيحكيوا لنا الامهات مهمين بزاف، انا بغيت نسولك سعاد وليدك دابا عنده 6 سنين كيفاش كيلبس؟ شنو كتلبسيه؟ ما فاش تجي هاد الفتره ديال الخريف واش كتبدلي له طريقه اللبس ديالو؟ لا الصراحة دابا حاليا ما بغيتش نبدل ليه حيت باقي الجو ما مستقرش، ما بغيتش نزيدو، باقا كنلبسو عادي بحال في الصيف، كنزيدو غير واحد التريكو من الفوق في الصباح، وعاوتاني في العشية ملي كيتحرك البرد كنكون ديما هازة معايا واحد التريكو خفيف كنلوحو ليه فوق من اللف ديالو. واش تريكو ولا جاكيت كيتفتح من القدام؟ لا كيتفتح من القدام، ماشي تريكو اللي كيتلبس. الوليد في الليل البلاصة اللي كينعس فيها مهوية مزيان ولا كتشدوه في كل شيء؟ كيفاش كيكون في الليل؟ لا في الليل كان في السراجم، ولكن بالنهار كيبقاو مهويين، كنشمش الفراش ديالي كلشي زعما من ناحيه زعما البكتيريا وهذاك اللي كتسبب الحساسيه، فانا حاليه معاه. نعم. وعلى مستوى التغذيه؟ الحمد لله كياكل عادي، زعما الماكله المتنوعه عاديه. كياكل ليمون؟ كياكل ليمون كيحماق عليه. ايوا هذه راها ميزه. كاين الوليد كاين الوليدات اللي كيمخطوا مواتهم ما كيبغيوش نهائيا يشربوا ذاك العصير او ياكلوا الليمون. عطاتنا سعاد واحد الفكره واضحه على العادات عندها في الدار. نعم. حول اللباس وتغذيه الوليد. نقطه اخيره اللي بغيت نسولك عليها سعاد، واش وليدك ملي كيلعب كيعرق بزاف؟ كيعرق بزاف. يعني ها هو عرقان الا كان غير كوغوندير صغير في الدار ولا في المدرسه كيمرض؟ كيعرق بزاف هو، غير اللي تحرك غير شويه كيعرق. دكتور عماد، هذه من الشهادات اللي ديما كنسمعوها من عند الامهات، هو نعم. تعرق مفرط عند الوليدات اللي تبارك الله كيكونوا حركيين، وهذه الحركيه عند الاولاد او عند الطفل بشكل عام ما خصهاش تخلع علينا حنا الامهات، لان كتعكس الله على انه الطفل كيكون عنده واحد الثقه في النفس ديالو، وعلى انه عنده واحد الاستقرار نفسي اللي حنا كاملين كنبحثوا عليه باش وليداتنا يكبروا بشكل متوازن. ولكن من جهه اخرى كتمحنا هذه القضيه هذه، لانه الوليدات كيوليو كيمرضوا في رمشه عين. شنو الحل؟ شنو هي المواد الطبيعيه؟ شنو نصيحتك اليوم؟ نعم، فاول حاجه بعدا هو الملابس اللي نديروا لوليداتنا، مازال كناكد اننا نديروا القطن بعدا كيحاول يحيد لنا واحد 50% ديال هذاك التعرق، لان كيكون واحد الامتصاص ديالو. هذا من جهه. من جهه اخرى في المواد الطبيعيه شنو يمكن يخفف علينا هذا التعرق هذا اللي كيكون عند الاطفال ديالنا؟ غادي ناخذوا الويزا، اذا 5 ديال الوريقات ديال الويزا، وغادي ناخذوا الزعتر والقشره ديال البرتقاله، اذا نعاود 5 ديال الوريقات ديال الويزا، معلقه كبيره ديال الزعتر وقشره ديال البرتقاله. هاد المكونات كاملين كنطبخوهم في نص سيترو ديال الماء حتى كيتطبخوا مزيان وكيعقدوا، كنصفيهم في واحد القريعه اللي كنسدوها ما كنخليوش اشعة الشمس تقيسها، وكنديروها في الثلاجه. كنوليو كناخذوا كاس صغير من هذا المحلول هذا، كنخلطوه في واحد السطيله اللي كيكون فيها الماء سخون الدرجه اللي غيستحملها الطفل ديالنا. من بعد ما كنغسلوا ليه كنخويو عليه ديك السطيله ديال الماء في الحمام، كنخليوه واحد 3 ديال الدقائق حتى 5 دقائق، ومن بعد كنشفوا ليه.
هذا المحلول هذا غادي يعاون ان دوك المسام يوليو يفرزوا لنا التعرق بواحد الطريقه اللي كتكون منتظمه وما تاثرش عليه. هذا من جهه. اذا هذه الوصفه ديال لويزا كتعطيها لكل من كيتابعنا اللي شنو نوازنوا نقصوا التعرق. فوالا نقصوا التعرق ديال الاطفال ديالنا. واخا بالنسبه للناس اللي عندهم كيف سمعنا الوليد عنده تعفن على مستوى الانف، السيده هي وليدتها عندهم الحساسيه التنفسيه، العطيس في الصباح، وهذاك العطيس في الصباح راه شي حاجه اللي مزعجه. أو الإنسان كيتخنق في الليل، شنو هي الوصفة اللي غادي تنصح بها الناس؟ فهنا غادي ننصحهم بوصفة، يعني الأطفال ديالنا من 6 سنين حتى 13 عام غادي ناخذوا نبتة المريوت، ولكن المريوت ما كتشربش، المريوت كناخذوا واحد الورقة ديال المريوت وكنديروها تطبخ في الماء حتى كتطبخ مزيان، وكنهزوها كنقطروا ثلاثة ديال النقيطات فقط في كل بلاصة في النيف ديال الوليدات ديالنا، كنديروها بالليل. كيفاش الناس غيعبروا ثلاثه النقاط ديال هاد القطيره؟ فاكيد غادي نهزوا الورقه اللي غادي يكون فيها الماء سخون، راه النقطه كتبان، يعني ملي كنقطروها راه كتبان نقيطه نقيطه. او مثلا نقدروا نديروا مساله اخرى، ناخذوا واحد العلبه ديال القطرات اللي كتكون عندنا في الدار، نغسلوها مزيان، نعقموها بالماء سخون يعني الماء مغلي، ونقطروا فيها او نعصروا فيها هاد النبته هذه، ونسدوها مزيان نخليوها في الثلاجه، ونهزوا بديك لا بيبيت نديروا ثلاثه ديال النقيطات في كل نقيطه، في يعني في الانف ديال الوليدات ديالنا. هاد الوصفه كيفاش تستعمل، في الصباح ولا في الليل؟ نستعملوها في الليل من الاحسن. ثلاثه ديال النقاط ماشي اكثر في كل جهه من الانف. من الانف ديالنا. هاد المحلول من غتصوبوا السيده وديروا في قريعه وديروا في الثلاجه، شحال غيبقى صالح للاستعمال؟ غيبقى 15 يوم، اذا غادي نحافظوا عليه مده ديال 15 يوم ما غاديش يتضرر. وهنا شنو هو الدور ديال المريوس؟ مضاد للحساسيه ومضاد كذلك للتعفنات. الوصفه اللي غادي تشد جوج سيمانات، يعني شحال كميه ديال المريوت اللي غتستعمل السيده؟ هنا غادي ناخذوا غير ورقه كبيره ديال المريوت، اذا طبخناها في نص سطرو ديال الماء فهي كافيه اننا غادي نستعملوها، ماشي مشكل. وغتاخذ ذاك الماء كامل هو اللي غيولي تقطيره. غادي تاخذ المريوت، عشبه المريوت، ديرها في واحد الزيف ديال حياتي وتعصرها مزيان، غادي تعطينا ذاك الكميه ديال الماء، لان غير ثلاثه ديال النقيطات، فثلاثه ديال النقيطات اللي استعملناها مده ديال 15 يوم راه كافيه هذيك الكميه. كنعاني منها الصيف الخارج تيجيني كلش هذا في الشتا، وفي شويه كتخاف هي شويه ما تبقاش، كناخذ عليها الدواء. ايه. ودابا قال لي تنسى هي الدروة ديال الجمل مزيانه عليها، وتيتعصب ونسول الدكتور علاش نديرها، شي قال لي مع العسل الحار. ايه. شي قال لي مع الفول، وخاصك على ذاك الصباح. نزهه، شكون اللي نصحك تديري هاد الدروة الجمل؟ الوالده ديالي قالت لي مزيانه. وعلاش؟ واش هي كتسخن زعما الجسم مزيانه حيت كتسخن؟ قال لي مزيانه في الصدر الحساسيه. دكتور عماد، كنعرفوا على انه كاين كثير من العادات ومن الوصفات التقليديه اللي مستعمله في المجتمع ديالنا في البيت المغربي، فعلا هاد الذروه مزيانه. اكيد الذروه مزيانه كمغذي كمقوي للجسم، ولكن انها باش كتحيد الحساسيه خاصه الا كانت عندنا حساسيه مزمنه، فهنا ما عندهاش علاقه بها نهائيا. شنو كيمكن نستافدوا من الذروه الجمل مثلا، كاع الا بغينا حنا نستخدموها نستعملوا فيها اعشاب طبيعيه اللي يمكن تساعدنا على المناعه ديالنا. فالذروه مثلا غادي نطيبوها حتى تحت الذوب، اذا ناخذوا تقريبا ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الذروه، كنزيدوا عليها معلقه صغيره ديال الزعتر، اذا حتى كذوب عاد كنزيدوا فوق منها معلقه صغيره ديال الزعتر ومعلقه صغيره ديال البابونج اللي هضرنا عليه، فكنخليهم حتى كيطلقوا وكنخليوها حتى كتبرد، وديك الساعه هاد الدروه هذه المخلطه بالزعتر وبالبابونج كناخذوا غير نص معلقه صغيره في الصباح، كناخذوها بعد الفطور وكنداوموا عليها واحد المده ديال شهر فقط، فهنا غادي يمكن نستافدوا من المنافع ديالها. اما الدروه بوحدها ما غاديش تعطينا فائده بالنسبه للحساسيه. اليوم حضر لنا وصفات دكتور عماد. اكيد، وحنا غادي نصايبوا واحد الوصفه، وكما ذكرت اختي سناء ان الاطفال صعيب انهم بعض الوصفات ياخذوها، فهنا غادي نصايبوا واحد الوصفه في شكل عصير اللي غادي حتى المذاق ديالو يكون زوين. علاش غيصلح هذا العصير؟ علاش كنصحوا به الناس؟ مقوي المناعه، غادي يعاون الجسم على محاربه يعني هذه الفتره هذه اللي كيكون فيها هذه الميكروبات الحساسيه كذلك. واللي زوين في هذه الوصفه ان تصايبها الاسره كامله، صالحه للكبار والصغار. الوصفه ديالنا شنو فيها؟ فيها خيز محكوك، الجزر محكوك، العنب المكور محكوك، القرقع وعصير البرتقال. اذا غنعاود، الجزر محكوك جوج معالق كبار، البيتا كاروتين، العنب 10 ديال الحبات،
المكور محكوك ماده الميثيونين، ناخذوا 3 ديال المعالق كبار. اين نوع المكور؟ المكور اللي كان الاحمر ولا البيض ماشي مشكل. القرقاع 5 ديال الحبات، وعسل البرتقال 2 ديال الكيسان كبار. اذا 2 كيسان كبار ديال عسل البرتقال، كنزيدوا 5 ديال الحبات ديال القرقاع، 3 ديال المعالق كبار ديال المكور محكوك، 10 ديال الحبات ديال العنب، و2 معالق كبار ديال جزر محكوك او خيزو محكوك. العنب هنا الناس يحيدوا القشره ويحيدوا العظم؟ نحيدوا غير العظم ديالو ونخليو القشره ماشي مشكل. غادي نطحنوا هاد المكونات كاملين حتى تطحنوا مزيان في الخلاط الكهربائي، وكنصفيهم في واحد الصفايه. هذاك المحلول اللي كنحصلوا عليه بالنسبه لوليداتنا الصغار، كناخذوا كاس صغير بعد الفطور، وبالنسبه للكبار كياخذوا كاس كبير بعد الفطور. بقات لنا شي حاجه من هاد الخليط هذا، كنديروها في الثلاجه، ولكن المده ديالها يومين فقط، والعمليه غادي نستعملها مده ديال 15 يوم. المكور غيتاكسد، العنب غادي يتاكسد اكيد، وتا العصير ديال البرتقال ما خصوش يبقى في الثلاجه، لان كطير فيه داك الفيتامينات كتمشي اكيد. غير هو هنا كاين عندنا خلط، كاين مكونات اللي كيكونوا مع بعضياتها، فكيكون واحد التماسك ديال لي موليكول، نقدروا نخليوه نهار ماشي مشكل. اذا والوصفه كناخذها مده ديال 15 يوم. يمكننا نزيدوا وصفه للدهن كذلك. هذه الوصفه هذه غادي ناخذوا فيها زيت الريحان، زيت السلميه، لاصوج اللي فيها ماده البغنيون المهمه للحساسيه ومهمه كذلك لرفع المناعه، وزيت نوار الشمس. معلقه كبيره من زيت الريحان، معلقه كبيره من زيت السلميه، وجوج معالق كبار من زيت نوار الشمس. كنخلطوا هذا الخليط وكنوليو كنديروا بهم، كندهنوا بهم. هذه بالنسبه للحساسيه ديال الصدر، كندهنوا الصدر والظهر ديال وليداتنا، وكذلك حتى الكبار يمكن لهم يستعملوها ماشي مشكل.